ما هو حكم عدم اطلاق اللحية في بلد يضطهد كل من اطلق لحيته بحجة انهم من المتطرفين مما يجعل كل من يطلق لحيته هدفا سهلا لكل باضطهاده وتعذيبه؟ هذه اوهام النفوس، اوهام النفوس، فليس له ان يحلق لحيته لاجل خوف الحكام، بل عليه ان يتقي الله ويبقي لحيته ويعفيها، وله البشرى والعافيه اذا استقام وصدق، لا يتعرض له في شؤونه، في شانه وبيعه وشرائه وطاعته لربه، وسوف لا يرى الا الخير. فاذا قهروا وحلقوها هم لا يضر فلان، يكون اثم عليه. اما ان يقال احلقها انا لئلا ياخذوني، هذا من وساوس الشيطان ومن ضلال الشيطان، نعوذ بالله، من طاعه الشيطان.